والبدايه فعلا زي ما نهاوند بتقول فعلا العيد في ناس خربت الدنيا فيها صح. وعيد الاضحى دايما مرتبط عند الناس بان في جرعه مكثفه جدا من اللحوم باصنافها المختلفه. مظبوط. انعكاس ده بقى على الواحد ايه؟ كويس قوي. اللحوم بصفه عامه هي كويسه عشان تبقوا عارفين هي كميه بقى بتاعتها لما بتزيد عن حدها هي دي المشكله، وخصوصا لو كان في امراض مصاحبه معانا في الحاله، يعني للناس اللي هي عندها الكوليسترول عالي مثلا او اللي عندهم نقرس دوت، لو خدوا اللحوم كتير فيها دهون ممكن تبقى فيها مشكله. طب اللي عنده النقرس اللي هو مرض الملوك الوجع ده هيبتدي ياخد لحوم كتير وهو ما بياخدش علاج هتبتدي تزيد عنده. فاحنا التأنن في كل حاجه دي مهمه، والمشكله بقى مش في اللحوم، المشكله بقى في المشتقات اللي بعد كده في اللحوم اللي هي الحقيقه الكبده والحاجات التانيه ديت، لان لو عنده كوليسترول الكوليسترول هيزيد جدا. ولو كانت الواحده حامل، الكلام ده مهم قوي، الحوامل ما ينفعش ياكلوا كبده خصوصا اول 3 اشهر. معلومه كويسه دي جدا، لان اول 3 اشهر بتبقى فيها يعني بيبقى الكبده فيها فيتامين ألف كتير، فيها حديد بس فيها فيتامين ألف كتير، الفيتامين ألف كتره ممكن ياثر على تكوين الجنين. ويبقى ايه بقى الجنين ساعتها؟ لا الجنين يبقى عنده مشكله في العمود الفقري وعنده يبقاش جنين خلاص، يبقى كل سنه طيب. للدرجات دي؟ ايه؟ للدرجات دي؟ فالكبده هتلاقي كل اللي هي الستات اللي متابعه مع دكاتره هيقول لها بلاش كبده، ويقول لها كمان نبطل ناخد التونه والحاجات المواد الحافظه. التونه كترها، والكلام ده من الاف دي اي اللي هي منظمه الصحه الامريكيه، قالت ان التونه مع تاخدها مرتين في الاسبوع لانها فيها سمك التونه في زئبق من المحيطات من التلوثات، فالزئبق الكتير ممكن ياثر على تكوين الجنين. فما يا ريت ما نبقاش ناخد التونه للناس الحوامل والكبده. واللي عنده كوليسترول ما ياخدش كبده نهائي، يجي يقول لك انا ما اخدش بيض ما اكلش بيض، ده البيض هو اللي فيه كوليسترول. لا، الكبده فيها كوليسترول اكتر من البيض، الجمبري فيه كوليسترول، واحنا بناكل جمبري كل يوم، في الناس اللي هم ساكنين على السواحل بورسعيد وكده الجمبري ده بالنسبه لهم ده كل يوم والا ما يبقاش حياه. فاللي انا عايز اقوله ان لازم ناخد بالنا نقيس الكوليسترول بتاعنا، ما ناخدش من الحاجات دي كتير لان كترها هتسبب ان الزياده كوليسترول. طب لو امنعها لازم دواء كمان تحت اشراف طبي. ده احنا عندنا الكبده بعد ما بنذبح بناكلها وهي نيه، وهي نيه صح، تقول لنا ما ناكلش كبده. انا كنت في لبنان ده كانوا بياكلوا الكبده النيه. ايوه دي تحفه. لا الكبده النيه دي انا باكلها. الكبده النيه بجد؟ الكبده النيه. الكبده النيه دي عليها كبه غير لا مش كبده، الكبده النيه دي زي الكوبيبه كده. لحمه مفرومه اكتر. ده اكل لبناني مش كده؟ سوري يا شامي يعني. في ناس في مصر فعلا بياكلوا كبده نيه فعلا، ليمونه عصرة ليمونه ويحطوا شطه. مش معقول. دي جميله جدا، انا اكلتها كده برضه بس انا دقتها كده شويه كده. طب وده مش غلط في حاجه؟ لا غلط. غلط بس هقول لحضرتك حاجه، هو احنا بناكل فسيخ، فايه الغلط اللي ممكن يحصل اكتر من كده يعني اذا كان الشعب المصري بياكل فسيخ ممكن ايه اكتر حاجه؟ لان كنت في مره في مقابله تلفزيونيه وبعدين بيقولوا لي ايه هي المعايير الفسيخ؟ اقول له ماليش معايير. هو اصلا ما يعني خارج المعايير. حضرتك سمك معفن. قالت لي ايه؟ قلت لها سمك معفن حقيقي يعني، مو لازم يعفن، ما هو لو ما معفنش ما بقاش فسيخ اكيد، فلازم أكيد. يعفن، فهو دي المشكله. فكنا بناكل فسيخ يقول لك ايه ده انا باكل فسيخ ما اكلش سوشي، ايه القرف ده؟ طب حضرتك بتاكل فسيخ تاكل سوشي؟ فدي